الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله إمام المنفقين والمتصدقين وسيد الزاهدين والمتواضعين والخاضعين والخاشعين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. عاتبه ربه سبحانه وتعالى في أمر عجيب، قال له سبحانه وتعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. ما سبب نزول هذه الآيات؟ قيل أن سبب نزول هذه الآيات أن امرأة جاءت النبي صلى الله عليه وسلم ومعها غلام، فدخل الغلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام وليس معه إلا الثوب الذي عليه، فقال: يا رسول الله اكسني. فقال له عليه الصلاة والسلام: ائتنا في وقت كذا. فخرج الغلام فقالت له أمه: عد إليه فقل له اكسني الثوب الذي عليك. فدخل الغلام فقال: يا رسول الله أمي تقول اكسني الثوب الذي عليك. فأخرج صلى الله عليه وسلم ثوبه فأعطاه إياه، ثم انتظره الصحابة للصلاة، ودخل وقت الصلاة وتأخر. تعجب الصحابة فأرسلوا بلال إلى بيته، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم في البيت ما عنده ثوب يخرج به إلى الصلاة، فأنزل الله سبحانه وتعالى هذا. وكذلك حصلت هذه شبيهة لهذه القصة مع الصحابي القائد العظيم شرحبيل بن حسنة رضي الله عنه. شرحبيل بن حسنة كذلك دخلت عليه مرة خالته أم زوجته الشفاء بنت عبد الله، كانت خالته كما نقول نحن، حماته كما يقول أهل مصر، فدخلت عليه وقت الصلاة فوجدته في البيت وكانت لسانها حادق قليل، فقالت له: ما أجلسك في البيت والناس في المسجد تصلي في الجماعة وأنت مثل النساء في البيت؟ أحيانا الحموات يكونوا شديدات. فاشتدت عليه بالكلام، قال لها: يا خالتي إنما رسول الله صلى الله عليه وسلم استعار مني حلتي وليس عندي غيرها. النبي عليه الصلاة والسلام ما معه ثوب يخرج به للصلاة، فاستعار ثوب هذا الصحابي شرحبيل بن حسنة فلم يستطع أن يخرج للجماعة. فسبحان الله، هذه أمور عجيبة. النبي عليه الصلاة والسلام آثر أمته حتى بثيابه، وكذلك هذا الصحابي ما أسعده وما أشرف مقامه. إن كان شرحبيل تأخر عن الجماعة إلا أنه ثوبه كان على جسد رسول الله في تلك الجماعة، ولا شك أن إيثاره لرسول الله أفضل له من الجماعات كلها. وعود بركات صلوات رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه أعظم من ذلك كله. فهذه حياة رسولنا عليه الصلاة والسلام، كيف كان مع أصحابه، كيف كان في بساطته، كيف كان في يسر حياته، كان في إنفاقه هكذا، وكان لا يشمئز ولا يتعالى عن أن يستعير ثوبا كذلك من أصحابه ومن غيره. ربما بعضنا اليوم يأنف ويرى نفسه أعلى من أن يستعير ثوب مثلا من أحد من الناس، لكن النبي عليه الصلاة والسلام هكذا كما وصفه ربه سبحانه وتعالى في علاه: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. كان هينا لينا سهلا، كان مع أصحابه كأنه أحدهم عليه الصلاة والسلام، رأوا منه ما لم يرى أحد من أحد من كريم الأخلاق والشمائل عليه أفضل الصلاة والسلام. فلذلك تراموا على المكارم وتسابقوا وسارعوا إلى حسن الشمائل لما رأوها عيانا في أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرسول الله أثر في الصحابة بل في الخلق بأفعاله قبل أقواله وبأحواله قبل أفعاله عليه أفضل الصلاة والسلام. نرجو الله سبحانه وتعالى أن ينشر على قلوبنا من أنوار تلك الأخلاق المحمدية والسمات الأحمدية والشمائل العلية التي حلى بها حبيبه خير البرية عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
قلبه.